تحياتي، الفرانك مقابل الين الياباني، ووصلنا لمناطق عرض ممتازة جدا، لكن لنا توصية للشراء من مستويات أقل من 150. فحاليا بنتوقع أي برايس أكشن يحصل يكسر للترند الصاعد، ويكسر لي أهم حاجة مستوى ال 157 بقوة. في حالة كسر مستوى ال 157 بقوة، فأنا أول مستهدف ليا يكون مستوى ال 150، وتاني مستهدف ليا والمستهدف اللي هو ما بين 141 ل 137. طيب هخش إمتى؟ هخش مع كسر مستوى ال 157 اللي هو كسر آخر قامة تشكل على فريم الأربع ساعات. لو رحت على فريم ويكلي، فأنا عندي آخر موجة صعود دي أنا بستهدف كسرها اللي هو عند مستوى ال 157، ويكسر لي الترند ده. وما زلنا شفنا الزخم الشراء هنا أقل من الزخم الشرائي بالنسبة لي. طيب لما رحنا لمستوى ال 150 كسرت القوة، انا رايح خلاص للمستويات اللي ما بين 141 ل 137. لو افكر في البيع لما برايس اكشن محترم جدا ويكسر لي مستوى 157، لان ممكن الموجه تكون ممتده. لو رحنا على فريم الاربع ساعات تاني نشوف تشكل عندنا، احنا عندنا تقريبا بدا الزخم الشرائي اللي بشكل كبير قوي، وانا مستني برايس اكشن محترمه تكسر لي على الاقل. يعني ممكن افكر برضه اخش لو على الاقل انا كسرت المستوى ده بقوة، ده مستوى ما بين ال 158. يعني لو كسرت مستوى 159 أو 158 800 بقوة، هيبقى خلاص أنا كده هفكر مع زيت الزخم الباقي هستهدف ال 157. ولو كسرت مستوى 157 بقوة هروح للمستهدف اللي ما بين ال 150، ولو كسرت مستهدف ال 150 أيضا بقوة هيبقى الهدف بتاعي ال 141 ال 137. وأنا شايف إنها فرصة ممتازة إن إحنا نستهدف مستويات ما بين ال 141 ال 137 من المستويات دي، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونحقق الهدف. وهي فرصة طويلة على المدى الطويل، فمحتاجة صبر ومحتاج يحصل برايس أكشن بشكل محترم، والناس اللي دخلت معانا الصفقة من الأفضل جني أرباحها في المنطقة دي، وبالتالي